لو انا عايز احط افكتس كتير على الفيديوهات اللي عندي، فانا بدل ما انا احط الافكت على كل فيديو فيهم واقعد احط الافكت التاني وهكذا، فبنستعمل ادجستمنت لاير. طيب لو عايز اعمل ده في الصوت هعمله ازاي؟ مفيش ادجستمنت لاير للصوت، ولكن في حاجه تحل محل ادجستمنت لاير للصوت، وهي الاوديو تراك ميكسر. وده من الحاجات اللي فعلا هتفرق معاك في سرعه شغلك اثناء ما انت بتشتغل على اي فيديو، وخصوصا لو في شغل في الصوت كتير. تعالوا نشوف. مساء الفل، ايه الاخبار؟ الاوديو تراك ميكسر من الحاجات اللي فعلا هتلاقي بعد كده ان هي بتنجز معاك وقت، بالذات لو انت بتكرر نوعيه الفيديوهات اللي بتشتغل عليها. لو انت شغال على سلسله فيديوهات ودايما بيكون الدنيا واحده ما بتتغيرش كتير، هتلاقي ان الاوديو تراك ميكسر من الحاجات اللي بتوفر معاك وقت لا تتخيل. فمن غير مقدمات كتير كالعاده تعالوا نبدا. ده فيديو مثلا هنلاقي ان احنا فيه عندنا تراك الصوت ده، واحنا لو نفترض ان احنا عايزين نحط عليه تاثيرات كتير، مثلا ان انا اشيل النويز بتاعت الفيديو، ان انا اظبط الصوت بتاعه اعطيه اعليه شويه تظبيطات يعني. فتعالوا الاول نفتح الاوديو تراك ميكسر. لو انت دوست على قائمه ويندو هتلاقي حاجه اسمها اوديو تراك ميكسر، هيطلع لك اختيارين. ايه الاختيارين دول؟ دول على حسب السيكونسز بتاعتك. يعني انا مثلا عندي هنا اتنين سيكونس اللي هي تيست وفيديو، فوانت بتفتحه هو بيقول لك انت عايز بتاع انهي سيكونس، فانا عايز بتاع فيديو. طبعا هو ترتيبهم بيكون حسب الابجدي، يعني مش شرط مين الاول ومين الثاني. احنا بنفتح بنلاقيه المنظر ده، ما تتخضش منه لان هو بسيط جدا. اول حاجه احنا هندوس على السهم ده، هتدوس عليه هيفتح لك القائمه دي. ايه بقى القائمه دي؟ هنا بيقول لك ان انت، تعالى اكبر دي شويه كده، انت عندك هنا ثلاث تراكات A1 و A2 و A3. هتلاقي ان هو حاطط لك A1 و A2 و A3. لو نزلت تحت هتلاقي اساميهم موجوده عندك، اوديو 1 اوديو 2 اوديو 3. طبعا انت اصلا بيبقى يفضل ان انت اساسا تغير اسم التراك، يعني ده مثلا اقول ان ده المين فويس، ده الصوت بتاعي مثلا، هتلاقي اسمه اتغير هنا كمان. ليه؟ لان انا ممكن احط تحت ساوند افكتس، لان مثلا ممكن يكون عندي الصوت الرئيسي، ممكن يكون عندي الساوند افكتس، ممكن يكون عندي الموسيقى وهكذا. فهنطلع فوق تاني من القائمه ايه اللطيفه دي. انت لو عايز تحط اي افكت على التراك بتاعك هتحط عن طريق المكان ده. لو انت بصيت هنا هتلاقي فيه اسهم، لو دوست عليها هيجيب لك انواع الافكتس كلها بتاعه الصوت. فلنفترض انا عايز احط حاجه عشان فيه نويز مثلا، فاخش على النويز ريدكشن واحط مثلا الدي نويز، هتبص هتلاقي اتحط بالاماونت اللي هو 40%. طبعا بعد كده التعديلات بتاعه الحاجات دي مش هتكون من الافكت كنترول، هي هتكون من هنا. فانا مثلا جاي اسمع الفيديو كده، اول سؤال بيجي في بال اي كده الصوت فعلا فيه نويز اتشالت، كان فيها نويز. اول سؤال بص دي كلها نويز، لما جيت شغلتها قلت خالص. فده مش بس التاثير على الفيديو، لا التاثير ده على التراك كله. يعني لو نزلت الفيديو ده الصوت بتاعه لتحت هتلاقي ان هو رجع تاني نويز بتاعته. ليه؟ لان التاثير على التراك ده بس ملوش دعوه باللي تحتيه. لو عايز اعدل حاجه بدوس على اسمها مرتين بيفتح لي القائمه بتاعتها، على حسب بقى البريست اللي انا مثلا عايز اضيفها او حاجه او اعدل فيها او ايا كان. طب انا عايز احط افكت تاني، هتلاقي فيه اسهم كتير وابقى احط افكتات براحتك. فانا ممكن احط بارامتريك ايكولايزر، لو ضفته الاقي ان هو اتضاف برده. اول سؤال بيجي في بال اي حد بعد ما بحيث يظبط الصوت بتاعي، وبرده لو انا عايز اظبط فيها اروح فاتح عليه دوس مرتين هيفتح لي القائمه بتاعته. وعامه احنا في الحاجات اللي بيكون فيها حد قاعد بيتكلم كتير بنحط الجزء اللي هو الاخراني اللي هو الفوكال انهانسر، ده زي بريس كده بيظبط لك الصوت، بيظبط صوت الشخص بيجي في بال اي حد بعد ما يتعلم اي موضوع اللي بيتكلم. طبعا في فرق كبير، يعني ممكن ما تحسوش انت عشان الصوت بتاع الفيديو، ولكن هتلاقي ان هي فرقت معاك في الصوت بتاع الفيديو بتاعك كتير، خصوصا لو انت بتعمل نفس النوع من الفيديوهات اللي انا بعمله ده. فانا ظبطتها وقفلتها. طب نفترض هنحط افكت ثالث مثلا زي الدي ريفيرب، ده عشان خاطر لو في صدى صوت بسيط مثلا يظبطه. حد بعد ما يتعلم اي مهاره، ولكن خد بالك دايما من الافكت ده ان هو بينزل قوي، بيتحط بقوه، فانت ايه لازم في معظم الوقت هتقلله، نزله لحد مثلا 15 حاجه زي كده يعني. بعد ما لان هو بيشيل صدى الصوت لدرجه ان هو بيشيل من الصوت نفسه، فايه خد بالك واقعد ظبطها لحد ما تلاقي ايه ظبطت معاك. طبعا هي ملهاش رقم ثابت، ده بس بيبقى ايه زي ريكومنديشن كده، ولكن انت ممكن يكون حاله او بيئه الصوت اللي انت صورت بيه محتاجه تظبيط اكتر. بس فاحنا كده مثلا ظبطنا الصوت. اتعلم اي مهاره، ولكن احنا مره ثانيه نتكلم. بص لو نزلت بقى الفيديو تحت ان انا هبدا اشتغل ازاي؟ ما انا لو رحت لحد قلت له انا مونتاج هيقول لي طب وريني. في فرق كبير. ليه؟ لان انا حطيت الحاجه في التراك اللي فيه الافكتات اللي انا عايزها. طب نفترض انا عايز اخد الافكتات دي على تراك تاني، هدوس كليك يمين على اي افكت فيه واقول كوبي تراك افكتس، واروح رايح التراك التاني واقول بيست تراك افكتس، هتتضاف برضه. وطبعا هتلاقي عندك بقى من تحت كده هتلاقي ايه، انك لو عايز تعلي الصوت، عايز توطيه، عايز تعمل اي حاجه، بيكون التاثير على التراك كله. تعالوا بقى مثلا نحط الموسيقى تحت خالص مثلا في التراك التالت، وانا هسمي التراك التالت هنا ميوزك. طبعا لو شغلت دلوقتي هلاقي موسيقى عاليه جدا. عاليه جدا طبعا، فانا ايه هروح موطي طبعا ده، خليه مثلا نفترض نيجاتيف 25. دي عشان انا لسه متعلم. كده الموسيقى بقت واطيه. ايه الفرق بين ان انا اعمل الحركه دي وان انا اوطي الموسيقى نفسها؟
الفرق ان انا دلوقتي لو شلت الموسيقى دي وجبت موسيقى غيرها هتفضل بنفس مستوى الصوت واطي، انما لو حطيت على الموسيقى نفسها هضطر كل موسيقى اجيبها احط عليها نفس الافكتات تاني واقعد اخدها كوبي بيست، ويمكن تنسى تاخد كوبي فالحاجه تتمسح وهكذا. فانت بتريح دماغك انك عارف ان التراك ده انا هحط فيه موسيقى هي هتكون واطيه، وهكذا في الساوند افكتس برضك احنا ما بنبقاش عايزين الساوند افكت يكون عالي قوي فبضطر برضك احطها بمستوى صوت معين. فانت كده هتلاقي انك من بدايه الفيديو بتحط شويه حاجات، مهما عدلت في الفيديو الحاجات دي اتعملت مره واحده، ان انا حطيت الافكتات اللي انا عايزها على الميوزك مره، ومهما غيرت الميوزك هي نفس الافكتات، حطيت نفس الافكتات على الصوت بتاع الشخص اللي بيتكلم مره وهكذا. وطبعا اسامي التراكات بتفرق جدا، انك بتبقى واخد بالك انت بتعمل ايه. طب لو الاسامي مش باينه زي كده بكل بساطه هتدوس الت وتدوس بالبكره، كبر المكان هتشوف الاسم يعني وهتشوف خصائص تانية كتير برضه. طبعا الاوديو تراك ميكسر ما بيخلصش هنا وليه حاجات تانية كتير، ولكن في معظم الوقت انت مش هتستعملها. احنا يعني دلوقتي بنتكلم عن ان انت عايز تستعمله اكنه ادجستمنت لاير ولكن للصوت، هو ده ادجستمنت لاير بتاعت الصوت بس. وانت ممكن بقى تبدا تلعب جواه شويه هتكتشف حاجات دايما كتيره يعني. بس كده خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتك. ما تنساش لو عجبتك سبسكرايب على القناه وهتلاقي فيديوهات هنا تتفرج عليها هتعجبك. بس واشوفك الحلقه الجايه، سلام.